تواصلت منذ لحظات قليلة عملية إنقاذ الشاب عياش محجوبي بعد توقف مفاجئ أصاب إحدى الحفارات التابعة للخواص، وذلك منتصف الليل، ليستنجد الأهل والأقارب بمقاول آخر لاستكمال عملية الإنقاذ التي جلبت انتباه الرأي العام باعتبارها الأطول. الساعة 11 إن شاء الله ونحن متواصلين معها، بقات لنا مرصو شوية هكذا حوالي 300 متر ونص، بقات لنا صعوبات في الآبار. سكان قرية أم شمل وأقارب الضحية أعابوا كثيرا على السلطات الولائية التي لعبت حسبهم دور المتفرج ولم تكلف نفسها عناء التنقل إلى عين المكان وتدعيم عملية الإنقاذ بآليات ووسائل الدولة. كثر خير المقاولين، كثر خير الشركات، بصح الوالي ما جاش، راه حاضر الجهة هذه تاع الجنوب برك. قولوا له يضروا علينا ضربة كما هذه، راك تشوف الشعب اخزر من كل ولاية، جا الشعب جا يشوف. الوالي ما دارش طول، ما عطاناش كاع يد، ما عاوناش طول، ما عطاناش يد المساعدة كاع. الشعب الجزائري هذا فيه كلش، ولكن اللي فيهم في جنود الخفاء ما يبانوش، هذه بطبيعة الحال، وبربي إن شاء الله نتمناه يخرج المخلوق ويفرع الشعب الجزائري. كل فارق صبر. رغم كل الظروف التي تحيط بعملية الإنقاذ، إلا أن التضامن بين الشعب الجزائري يبقى السمة الأبرز في مثل هذه الظروف الصعبة.